وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلة فاضلة تسأل تقول: عندي أموال إرث لأبنائي محتفظة بها وقد حال عليها الحول، فهل فيها الزكاة؟ أولا لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، ورحم الله والد الأطفال، وأسأل الله أن تقومي على هذه الأمانة خير قيام. الأمر الثاني للسؤال: القاعدة الأصولية تقول أن كل مال حال عليه الحول وبلغ النصاب ففيه الزكاة، والقاعدة تقول أن النكرة في سياق الأمر تدل على العموم، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلما قال من أموالهم دلالة على الزكاة، أنها تكون في كل مال مكنوز وفي كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال مال إرث أو مالا مدخرا إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. وقال ربنا عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهنا معلوم ولأهل العلم هذه الزكاة، وعليه نقول نعم في هذا المال زكاة، ما دام قد استوفى الشرطين أن الحول قد حال عليه وأنه بلغ النصاب. النصاب ما هو؟ النصاب هو ما يعادل 92.500 جرام من الفضة، أو ما يعادل 85 جراما من الذهب. نضرب على ذلك مثالا: لو كان مثلا سعر الفضة 10 ريالات الجرام، فالمال إذا كان 5920 ريالا فقد وجبت فيه الزكاة. وما هو مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة كما بينت الأدلة الشرعية على النبي عليه الصلاة والسلام هو ربع العشر، يعني مقدار المال تقسيم 40. لو مثلا المال الموجود 40,000 تقسيم 40 ففيه 1000 ريال، ففيه 1000 ريال، وهكذا. إذا كان 80,000 تقسيم 40 فيه 2000 ريال أو فيه 1000 ريال. طيب المسألة الأخيرة وبها نختم: مصارفه الآية 60 في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، وأن لا نتأخر عن أمر الزكاة، وأن نخرجها في وقتها. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، أخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا في يوم السبت ليلة الأحد لعشر بقين من ربيع الأول لعام 41 و400 ميلادي للنبي عليه الصلاة والسلام.